صح شريبتكم، حقت الليلة من نجوم في الفخ حلقة عجيبة غريبة حصل فيها مختار السحار، المخ اللي حب يدرب من المهدي إلى اللحد. جبنا له رئيس جمعية ليبية فريق ثورة الليبي فريق وهمي، وشرط عليه شروط تعجيزية. نشوف شنو اللي صار في المخ. قلنا نتبع فيك طبعا. ما كلمني، خممت فيك ديركت. قال لي نعرف. قال هذا طبعا النادي، الملاعب النادي هذا اللي كنت تقدر تشوفه تطلع عليه. ملعب جديد هذا. ملعب جديد تحت الشركة الألمانية طبعا. ما شاء الله. هذه بنية تحتية إن شاء الله في سنتين ثلاثة إن شاء الله هتكون إن شاء الله بإذن الله. هاي هذا. أيوة. إقامات الرياضيين الأجانب كنا مثلا نحن كذا الملابس الرياضية. أحمر أصفر. بتاع الترجي صحي. بزارك جيت. وطبعا النادي هذا طبعا في عدة دول أوروبية الآن احنا طبعا كيف نزل النادي وبعثنا البرامج بتاعه يبوا يعملوا معنا توأمة. وعندك مفاجأة كبيرة في العقد هذا اللي كنت إن شاء الله ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله وتقدر تطلع عليه إن شاء الله. تفضل. إن شاء الله إن شاء الله. من حيث المرتب تحدد انت، احنا ما عندناش مشكله معك. هذا انت انت هذه هي المفاجاه. هي مفاجاه لدينا الصراحه، راجل بقيمه مختار التليلي، اسم كبير في تونس، وحتى صراحه حتى بالعمر نتاعه الان اللي احنا صراحه نرحبوا فيه هو وعائلته. رئيس نادي الثوره الليبي الوهمي شكر ومدح المختار التليلي اللي نفرح بالامتيازات واقتنع باش يصح المخ. اسمع هذه هذا كيف يتحمل النادي اي مسؤوليه في صوره اختطاف المدرب؟ تسمعني هي البلاد مش ترين. شكون باش يخطفك؟ مش تعرف شكون يخطفك؟ هاي فوهم انت. لا لا قال لك عندي هلبه نحن نحطوا ترى قداش يطلع 150 تونسية تقريبا 130 الف دولار باش ما نقولكش هذوما مكرشين. 120 مليون 150 ألف دولار في العام. شوي حط 150 ألف دولار في الفترة، في الفترة الأولى 150 ألف دولار قابل تجديد ولا قابل تجديد؟ كل ثلاثة أشهر. لا أنا أمريكي لو كابتن ثماش إمكانية تعملوا خد سي مختار كل الاختطاف قعدي تعملوا حراسة ولا حاجة ولا حراسة خاصة. احنا طبعا هذا راجل أمانة في أمانة عندنا. شوف المبلغ بتاع 150 ألف دولار أيوة ما لازم وقت يمضي العقد يقوم من له ياخذ العقد الرسمي يستلم طول عند حاجتين يبي يحولهم لحسابه يحولهم يبي يستلمهم. لهنا يخرج الحكم مكرم اللقام باش يعمل تليفون للمحامي نتاعو اللي هو صاحبه وصاحب المخ، والمحامي ياكد على المخ باش ما يصححش على خاطر كان يصحح باش يتخذ. قال لي ولا شكلي لا ثماش شكلي قال يمضى راه ولا يجم يشكي يعملنا مشكل. قال لا شكلي لا حد شيء ما ثماش شكلي اذا من اذا صح مقدر تليلي فالابل هذاك يمشي معناها يعتبر واحد يعتبر هذاك عقد عقد ماذا بك امضيت. يقول لك دبابات وما دبابات تقول له لا تدفع مليار دولار. يعني مليار كيف كيف يبيعوا تونس ما يلقاش مليار دولار تونسي كل ما تبيع ما يجيبش مليار دولار. مش انا اي توش عمل البند هذا لا لا البند هذا وهذه هذوما واش والله ما نقدر نبدل حتى شيء تو ما لا بلو حتى نمشي مع هذيك كان تفهمنا لا مش تو تو وقعنا استاذ انت وقعت وانا وقعت وجات طياره خاصه ومن الاخير مش عارف كيف كنت نوقع على نهز السلاح باش نعمل حرب انا مش انا مش نعمل حرب انا مش ندهب كره قدم دخلني في الحرب ومفجر لا حرب لا فجر سامحني تو انت راجل معروف راجل متعلم انت جبت العقد اعطيتك العقد اعطيتك الوقت اعطيتك كل شيء وفرت لك كل شيء انت اعطيتني ربع ساعه اسمعني كابتن نحكي واحنا نتناقش تو احنا ما فيش مشكله احنا قاعدين نتناقش اي احنا
كرم هذا تكريم ليك طبعا. لا مش تكريم، حمل السلاح مش تكريم، ضد حاملين السلاح كله هذا. اللي حمل السلاح كله انا ضده. ليه؟ تو كان سلاح اصلح ثقيله معناها على دبابه زي مختار بجراني ما يجيش. ليه هو بلوس مش في الفجر تكون فجر من غير الفجر. ليه الفجر يجي؟ الفجر 6 الدوس. الفجر مش يعني دائما في الفجر انا. والجبال في الجبال الصحراء الموت في بعد جمعة الموت تجعلني في قبر بسم الله عليك. المحامي قال ما ثمش شكلي، شكلي ما ثمش، فهمت؟ تو انت غدوة الحي ما يحبش تنعى السلاح ولا ما انت هنش على السلاح، انا بتاع السلاح مش انا تلا مش على كيف هو استاذ مكرم معلش سامحني. شو مش على كيف؟ مش على كيف انت هنا على السلاح على كيف مدوه ملا على كيف شكون انت هنا على السلاح؟ أنا متحمل مسؤوليتك أستاذ، ما أستاذ. لا ما أنت أنا شو مهم أنت أنا على السلاح تفكيك المفاجآت. الزوج الجريء. أنا شو فك المفاجآت. نتفجر أنا قبل نفكك. أخي ما عديتش الجيش أنت. ما عديتش الجيش. والله ما عديت الجيش. عنده حق. والله ما عديت الجيش أنا. اسمعني. اسمعني. شوف رجعنا للكونترا وتو زين يخمم في عقله ويرجع. انا لا ما اقدرش. شو ما تقدرش؟ انت صاحبي هو صاحبي ونقعدين في الحشمه بعض. حلو هذا بتاع تحمل السلاح. ما نقول لك هذه حاجه. يدفع نسبه. شو النسبه؟ نعم؟ شو انت دخلي مش تبيع داري؟ تخلي لي داري؟ تنى كاري، تنى كاري مش مالك. أنا الطائرة الآن اللي جيت معها ساعد في مطار تونس قرطاج تدفع لها مبلغ مالي، نجي نضيع وقت هذا تقول لي هيك استاذ؟ اسمعني صراحة هذه هي 10 لي ما تجيش يا رجل. أنا نساعد نقدر نساعد يدفع 5% وننهي الموضوع. 5% 50 مليون لا 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 إي تو نحن هذوك كيفاش نعملوا فيهم؟ اللي عنده اللي عنده يعني أنا بننسحب صراحة. ايه؟ أنا بننسحب. لا 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 استنى 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 باش ننسحب. استنى انت اللي اعطينا وين هاني باش ننسحب؟ استنى اسمح لي عرفنا مش على كيفك. لا مش على كيفك انت زاد كمان مش على كيفك مش على كيفي انا احنا هذا تحب نحن هذا الكلام هذا البند هذا نحن واحنا ما متفقين. ما اعطينا العقول. لا لا استنى 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 مش على كيفك. لا سير شوف شوف اسمعني 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 بالله يا استاذ احنا تو الان عندك حاجتين استاذ اسمعني عندك تعطيني تقدر تطوط وقالي 5% من خدمه الاخر على نفس الموضوع 5% من 50 مليون انت جاي تتاجر بي انا مش تتاجر بي استاذ انا شوف الحالات اللي درتها لك تقول لي تتاجر بي استاذ شوف في العقد البنود الاخر درت لك حاجات صراحه انا ما شوف الحمل السلاح متفجرات عملت عقد باش نحارب انا ماشي اسلامي انا اسلامي انا اسلامي شو اسمه سميهم هما ازهر الشريعه الشريعه ابو عياض انا باش نصحح العقد كما هذا استاذ هذا صراحه انا حنحولها حنحول العقد كله خلاص نحول نشطوا عليه نشطوا عليه السلاح احنا السلاح في تونس في تونس انا مش في ليبيا احنا في تونس في تونس ما نهزوش سلاح احنا في تونس احنا ما نهزوش سلاح في تونس اوكي خلي 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 سلاح قال لك ركبت تجيب السلاح هاي هنا بطلها هنا واحده امشي اطلع المازوقي والعقد تعرف المازوقي مصر المازوقي تعرفه امشي اشكي له مصر المازوقي شوف شوف ما الا بين جد وزير الداخليه امشي قول له المدام مختار تليلي انفض باش يصح العقد فيه المتفجرات والاسلحه والتدريب في الصبح يعني ما صححتش ما صححتش لا صح اثبت هذيك صححت ليش صححت هذيك عندك هذيك مش صححت جاي معي انا باش صحح لك صححتي انا ايه اسد زاد عثمان كبت كبت عثمان لا 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 ما صار شيء ما صار شيء مش على كيفك وش على كيفك انت مش على كيفك انت جاي نعمل الحرب انت جاي من ليبيا جاي من ليبيا مش انا مختار ليبيا نمشي نحارب تو انت شفت العقد انا قلت وقع عليه انا قلت كذا فسخوه العقد هذا كيف فسخوه؟ فسخوه 5% فسخوه عنده عنده صدق كوبي عنده هاي سنة سيبني يا سي مختار يجي بربي يجي دائما حمل السلاح احنا في تونس احنا في تونس احنا في ليبيا بالحرب احنا شو قلت لي
ولادي يقولون يا بنت تحصل، ولادي يقولون يا بنت تحصل، ولادي يقولون يا بنت تحصل، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا يا فضيحتك يا بوحدة، يا فضيحتك يا محتمد، خرج يا بوحدة، يا فضيحتك يا محتمد، فيني كنا حاسس لك وانت في بندقة. اسمه الكاميرا كاشي. هذا يا وراغ. الكاميرا هذا. أما أنت الليبي وين هو الليبي؟ أي هذا 5%. أعطينا غرغر يا غراب. كان صحابي يطيحوني، كان صحابي أنا. فما حاجة. اللي هي خلي. محتمد لي مسمار مصدد. أي. خلي صححت له.